الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للجزائر ومجمع صيدا، الجزائر التي شرعت منذ بداية العام الحالي في إنتاج أقلام الأنسولين وسطرت لذلك استراتيجية واسعة لإنتاج كامل حاجياتها من هذا الدواء الاستراتيجي بالنسبة للجزائر إنتاجه محليا. طيب، أهمية هذا الشراكة مع الصينيين لإنتاج بلورات الأنسولين في ولاية باتنا وأهمية هذا المشروع بالنسبة لمساعي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتأمين الحاجيات الدوائية للجزائريين، كل هذا مع ضيفي عبر الهاتف الدكتور كريم مرغمي نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. دكتور أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك سيدي. يا مرحبا. بداية، أهمية هذا المشروع، رئيس الجمهورية عندما ذهب إلى الصين الأسبوع الماضي كان برفقته عدد من الوزراء من بينهم أيضا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. آنذاك أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في تصريح إعلامي له أنه اتفق مع الجانب الصيني على إقامة هذا الشراكة إنتاج الأنسولين في الجزائر، بما يعنيه يعني من كلمة بما يتضمن أيضا من تأمين للمواد الأولية لإنتاج هذا الأنسولين. اليوم هذا الوفد الصيني وهذه الشركة الرائدة في إنتاج الأنسولين زارت هذه المنطقة المخصصة لتجسيد هذا المشروع في باتنا طبعا بالشراكة مع صيدال، وينتظر تجسيده في القريب العاجل. بداية، أهمية هذا المشروع والجزائر تريد تأمين حاجياتها من الأنسولين. نعم، الجزائر يعني منذ أكثر من 10 سنوات كانت لها يعني طموح في صناعة دواء الأنسولين، وكانت البداية مع مخبر صيدال في وحدة قسنطينة، لكن لم يكتب لهذا المشروع يعني أن يكتمل، خاصة مع الصعوبات والعراقيل التي واجهت صناعة الأنسولين وحدة صيدال، وكذلك المنافسة القوية من المخابر الأجنبية. اليوم مع قدوم الوزير سيد عون يريد إحياء هذا الحلم، إن نستطيع أن نقول أنه حلم وطموح كل الجزائريين في قدرة الجزائر على صناعة مادة الأنسولين التي تعتبر مادة استراتيجية، خاصة وأنه نحصي أكثر من 2.5 مواطن أو مريض جزائري يستعمل مادة الأنسولين يعني بشكل منتظم وبشكل دوري، وكذلك بما يقارب 430 مليون دولار قيمة هذه المادة التي تستورد كلها من الخارج. اليوم مع دخول 3 مخابر، يعني تقريبا 3 مخابر محلية يعني منذ بداية فيفري 2023 بدأت بعض المصانع الخاصة في صناعة الأنسولين، ولكن بتعبئة الأقلام، يعني تعبئة أقلام الأنسولين. هناك وحدة بوفاريك التابعة لمخبر نوفو نورديسك التي بدأت يعني في شهر فيفري 2023 في صناعة ما يقارب 45 إلى 50 مليون قلم أنسولين، وكذلك كان من المرتقب دخول وحدة يعني صيدال كذلك لصناعة الأنسولين. ننتظر يعني دخول مادة الأنسولين المصنعة من طرف صيدال إلى السوق، إلى حد الآن لم نرى هذا المنتج. وكذلك هناك مخبر خاص آخر بيوتيرا الذي دشنه كذلك وزير الصناعة الصيدلانية، ومن المرتقب أن هذه المصانع أنها تقوم بتغطية أكثر من 50% من احتياجات الجزائر من هذه المادة. لكن الشيء اللي اليوم نطالع عليه هو وصول وفد من شركة أو مخبر صيني رائد في صناعة الأنسولين الذي قام بمعاينة أرضية في ولاية باتنا لإقامة مشروع صناعة بلورات الأنسولين. وهذا المشروع أظنه أنه مشروع استراتيجي ونقلة نوعية في صناعة الأنسولين، لأنه يوجد عدد قليل من الدول التي لها القدرة على صناعة بلورات الأنسولين التي يعني تدخل يعني مباشرة في صناعة الأنسولين. وأظن إذا تمكننا من إنجاح هذا المشروع يعني سنحقق بما لا يدعو للشك من تأمين صناعة الأنسولين بشكل كامل، وهو هدف استراتيجي وسيسمح كذلك للجزائر خفض فاتورة الاستيراد لهذه المادة
التي سبق وأن صرحت أنها تصل إلى 430 مليون دولار سنويا، وهي مرشحة للارتفاع يعني خاصة مع تزايد مرضى السكري الذين يستهلكون أو يستعملون مادة الأنسولين. إذا المشروع هو مشروع استراتيجي، نتمنى أن يرى النور قريبا إن شاء الله. أظن أنه هناك جدية من مصنع أو مخبر الصيني الذي يعني بعد بضعة أيام فقط من زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الصين الشعبية وكذلك مرفوقا بوفد وزاري، نرى اليوم ممثلي هذه الشركة يتنقلون إلى الجزائر بفريق تقني من الخبراء لمعاينة والوقوف على جاهزية يعني المكان أو الموقع الذي خصصته صيدال لإنشاء هذا المشروع. للعلم فقط أن وحدة باتنا صيدال باتنا الوحدة الجهوية الشرقية باتنا لصيدال لديها يعني حقيقة لديها أرضية يعني فائضة يمكن استغلالها لإنشاء هذا المشروع. ممتاز. ولكن ما يعني طلعنا عليه نحن كمتابعين لقطاع الدواء والصيدلة بصفة عامة أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع، يعني قدرة الإنتاج وكذا مدة ربما البطاقة التقنية إن صح التعبير هي التي ستتضمن كل هذه التفاصيل، قدرة الإنتاج الأولية، قدرة الإنتاج المستهدفة ربما بعد فترة، بالتالي ستتضمن كل هذه التفاصيل. دكتور، أنت ذكرت أن الجزائر لديها طموح منذ سنوات لإنتاج الأنسولين وتوفير أيضا أو السعي لإنتاج المادة الأولية، ما الذي كان عائقا أمام صيدال وهي المجمع العمومي الذي يؤمل من خلاله توسيع قاعدة الإنتاج وأن تنتج الجزائر بصيدال هذا النوع من الدواء؟ هل التقنية هي التي كانت عائقا وعدم جدية المخابر الأجنبية التي كانت مكلفة بإنشاء أو كان مطلوب منها إنشاء هذا النوع من الوحدات الإنتاجية في الجزائر؟ نتحدث عن تقنية أم نتحدث عن صعوبة أيضا إنتاج هذه المادة الأولية بشكل عام؟ أظن أن سؤالك أجاب عليه السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الكثير من المرات، طرح عليه هذا السؤال وهو كان مدير العام لشركة صيدال في بداية انطلاق مشروع صناعة الأنسولين، وكان يعني متابع وكان تقدر تقول يعني هو صاحب الفكرة إنشاء مصنع الأنسولين في قسنطينة. لكن الصعوبات التي واجهت هذا المشروع أظنها أنها كانت يعني مقصودة من طرف ممكن بعض الأطراف التي لا تحب أن ترى الجزائر تنتج هذه المادة، خاصة من ممكن اللوبيات التي تحتكر هذه المادة وممكن ترى مصالحها في الاستيراد. وقد يعني فعلا تمكنت من يعني من إخفاق صيدال في صناعة الأنسولين ب يعني فرض منافسة قوية جدا على المخبر صيدال الذي لم تكن له الوسائل اللازمة لمنافسة هذه المخابر. كإشكال كان الإشكال كان في نقل التكنولوجيا ضرورية؟ نعم، لأنه في بداية انطلاق مشروع صناعة الأنسولين في صيدال بدأوا بتقنية ملء القارورات فقط، وهي تقنية كلاسيكية قديمة، في حين في تلك الفترة فرضت المخابر الأجنبية منتج آخر أكثر تطورا وهو الأقلام، أقلام الأنسولين، فلم يستطع منتوج صيدال منافسة منتوج المخابر الأجنبية، ولهذا يعني حتى الأطباء كانوا ينصحون باستعمال الأقلام بدل الحقن. ممتاز، سنفصل أكثر في هذه التفاصيل. دكتور تفضل، مشكورا بقاء معنا، فاصل قصير ونعود مشاهدين. فيتامينات ألف ودال في زيت الطبخة عافية اللي نستعمله، بإمكاني تقوية المناعة مع كل وجبة باش تكون عائلتي محمية في الملعب ولا معايا في البيت. زيت عافية مع الفيتامينات ألف ودال، زيت عافية المناعة كافية. هذا
الصيف لافاش كيري جات بعرض خاص 200 دينار وربع مغذيات أساسية. استبن الصيف مع السعر الخفيف. مشاهدينا الكرام، من جديد ترحيب بكم، أهلا بكم من جديد، وأهلا بكل من التحق بنا اللحظة. كنا نتحدث عن ما أعلنت عنه صيدال اليوم من زيارة وفد من شركة صينية رائدة لصناعة الأنسولين إلى ولاية باتنا لإقامة مشروع لإنتاج بلورات الأنسولين، وهي المادة الأولية المستعملة في إنتاج الأنسولين. جديد الترحيب أيضا بالدكتور كريم مرغمي، نائب رئيس النقابة الوطنية الصيادية للخواص. دكتور أهلا بك من جديد. كنا نتحدث عن أهمية إنتاج هذه المادة الأولية بلورات الأنسولين في الجزائر. هل بهذا الجزائر خلينا نقوله تكسر الاحتكار الذي كان مفروضا عليها من طرف المخابر التي كانت بين قوسين تمنع بطريقة أو بأخرى نقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج أحدث أنواع الأنسولين، وبالتالي هذه الشراكة مع الصينيين ستكون البديل الأنجع بالنسبة للحالة الجزائرية؟ نتمنى ذلك حقيقة. صناعة بلورات الأنسولين هي قفزة نوعية في هذا المجال، ستكون له آثار إيجابية على الصناعة الصيدلانية بشكل عام، خاصة وأنه نقل تكنولوجيا صناعة هذه البلورات من الأنسولين هي حكرا لعدد قليل من الدول، وبالتالي امتلاك الجزائر لهذه التكنولوجيا أكيد ستكسر يعني الاحتكار. هذا النقطة بالضبط دكتور، صناعة هذه المادة الأولية هل تتطلب تكنولوجيا دقيقة، مخابر مثلا من أحدث المخابر، أم فقط تتطلب شراكة جدية مثل ما ستجده الجزائر من طرف الصينيين؟ حقيقة وصناعة بلورات الأنسولين تحتاج إلى تكنولوجيا جد دقيقة، خاصة وأن هذه البلورات تنتج من مواد حيوية، وبالتالي وجود خبراء في هذا المجال وكذلك وجود تجهيزات ومخابر مجهزة لهذا النوع من الصناعة يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. أظن أنه بشراكة صيدال مع هذا المخبر الصيني أكيد سيشرف على نقل هذه التكنولوجيا وعلى هذه التقنيات إلى الجزائر، ومتابعة خبراء صينيين للعمليات الأولى لصناعة بلورات الأنسولين سيكون جد يعني جد مهم للصناعة الصيدلانية الجزائرية، خاصة وأن السوق العالمية يعني للأنسولين تحصي حوالي 32 مليار دولار، وهي قيمة كبيرة جدا. إذا تمكنت الجزائر من يعني حتى تصدير هذه المادة الأنسولين الاستراتيجية إلى بعض الدول الإفريقية ودول آسيا وكذلك لما لا حتى بعض الدول الأوروبية، أكيد يعني ستكون قيمة مضافة للصناعة الصيدلانية. بيان صيدال قال في هذه النقطة دكتور أنه ستمكن هذه الشراكة مع الصينيين من تغطية حاجيات السوق الوطنية على المدى المتوسط، ثم تصدير الأنسولين أو هذا المنتج إلى أفريقيا والشرق الأوسط. يعني البيان أيضا تضمن وركز على هذا الجانب التصدير. نعم، لأنه التصدير اليوم حتى تكون عندك صناعة قوية، صناعة صيدلة قوية، يجب أن تفكر في التصدير، لأنه السوق الجزائرية ما هي سوق كبيرة يعني اللي تقدر يعني تنشئ عليها مصانع بهذا الحجم وبهذه التقنيات وتضمن ربحية مستدامة. نعم، يجب أن تفكر في التصدير، والتصدير يأتي يعني بالتدريج. أولا الهدف الأولي هو تغطية الاحتياجات الوطنية، كما ذكرت أنه قيمة 430 مليون دولار نستوردوها يعني سنويا. إذا لو نتمكنوا من يعني تخفيض هذه الفاتورة أكيد راح تكون قيمة مضافة للخزينة العمومية، كذلك تأمين التزود المنتظم بهذه المادة، لأنه في السابق عرفت بعض التذبذبات والانقطاعات اللي أثرت على المرضى اللي يستعملوا هذه المادة، وبالتالي وجود هذه المادة بشكل منتظم وتصنيعها محليا سيضمن وفرة مستقرة ومنتظمة. هذا كذلك هدف من الأهداف. كذلك هدف ثالث اللي ذكرته سابقا وهو نقل تكنولوجيا وتحقيق إضافة يعني قيمة مضافة للصناعة الصيدلانية، وهذا يعتبر كذلك يعني إيجابية للكفاءات الجزائرية للاطلاع على
أحدث التقنيات في صناعة الأنسولين. الجزائر انتقلت بمختلف الوحدات أو المخابر من الاستيراد الكامل إلى إنتاج وتدشين وحدات لإنتاج أقلام الأنسولين مع بداية العام الحالي. الآن نتحدث عن إنتاج المادة الأولى التي تدخل في تصنيع الأنسولين. هل نتحدث هنا عن عملية متكاملة هنا داخل الجزائر، إنتاج أنسولين 100% جزائري؟ نعم، هذا هو الهدف المرجو، يعني إذا وصلنا إلى إنتاج أنسولين 100% منتوج جزائري فأظن أنه وصلنا إلى تحقيق الأمن الدوائي لهذه المادة في الجزائر. ولكن إضافة فقط، حتى يعني يكون هذا المشروع ناجح يجب أن تصاحبه بعض النصوص التنظيمية لتخلي الصيدلي كذلك. نحن كصيادلة في الصيدليات هناك حاجز قانوني يمنعنا ب يعني تعويض الأدوية أو تعويض الأنسولين المستورد بالأنسولين المصنع وطنيا، وهذا الحاجز أو المانع القانوني يجب أن يعاد النظر فيه حتى يسمح للمنتوج الجزائري أن يصل إلى المريض الجزائري في يعني بكل الطرق القانونية المسموحة. وجميل أنك أثرت هذه النقطة دكتور. نعم، لأنه في وقت سابق كان هناك يعني تعليمة صدرت من وزارة الصحة تمنع على الصيدلي باستبدال أي أنسولين يعني مستورد بأنسولين آخر، يعني مهما يكون نوع نتاعو. وهذه التعليمة خلتنا يعني في مانع قانوني أنه في حالة يعني عدم وجود الأنسولين المستورد فالصيدلي الآن ممنوع عليه استبداله بأنسولين مصنع وطنيا، وهذا عائق في تطور وفي يعني تشجيع الصناعة الصيدلانية. لهذا يجب إعادة النظر في هذه التعليمة بما يسمح للصيدلي باستبدال الأنسولين المصنع أجنبيا بالأنسولين المصنع وطنيا، وهذا لدعم المنتوج المحلي. طيب، الإنتاج الأنسولين مثل ما كنا نتحدث، هل بتعدد المخابر 5 أو 6 مخابر على ما أعتقد، هل نفس التقنية ونفس المنتوج في النهاية من ناحية الجودة والنجاعة الطبية والصحية، هل هو نفس الأنسولين أم نتحدث عن أصناف وأيضا تحسينات يتم إدخالها على هذا الأنسولين؟ أولا هناك مخبر يعني تابع للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية الذي يشرف على مراقبة النوعية، فلا يمكن لأي دواء يعني مهما كان نوعه أن يسوق في الجزائر بدون الخضوع إلى رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلية. إذن من ناحية النوعية والجودة فهذا المجال الحمد لله يعني الجزائر لا يمكن أن تتساهل مع هذا الجانب، وبالتالي الأنسولين الذي سيصنع في الجزائر هو أنسولين مطابق للمعايير الدولية المعمول بها، ويمكن استعماله بكل يعني بكل أمان وبكل ضمان وبكل نجاعة لكل المرضى الجزائريين. ممتاز. أظن أن المشكل ليس مطروح من هذا الجانب، فقط قضية التسويق وقضية يعني إقناع الأطباء في وصف هذا الدواء المصنع وطنيا، لأنه المخابر الأجنبية عندها استراتيجية تسويق يعني متقدمة جدا، فعلى المخابر الوطنية المحلية أن كذلك أن ترسم خطة. وهنا تفتح قوس دكتور، قضية السعر، هل السعر سيكون مفتاح بالنسبة لهذه العملية؟ وهل تصنيع هذا الدواء الأنسولين محليا سيخفض سعر المنتوج في النهاية؟ نقطة جد مهمة أثرتها سيدي، هي قضية السعر. حقيقة أن المنتوج المصنع وطنيا سيكون أقل قيمة من الأنسولين المستورد من ناحية السعر، باش المشاهد ما فهمناش غلط يعني. نعم، من ناحية السعر أكيد. وكذلك هناك يعني وهناك يعني طريقة في التعامل مع الأدوية، لما يصنع الدواء في الجزائر فسياسة الدولة هي تقليص برامج استيراد الأدوية المصنعة أجنبيا، يعني أكيد يعني راح تكون فقط الأنسولين المصنعة وطنيا هي المسوقة
في الجزائر يعني مع مرور السنوات. وبالتالي يعني المريض الجزائري سيكون على في المستقبل القريب إن شاء الله راح يكون يستهلك إلا الأنسولين المصنع. ممتاز وطني. ممتاز دكتور. في أقل من دقيقة، كانت فيه تجربة ناجحة جدا مع الجانب الصيني في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد، وتم إنتاجه هنا في الجزائر. الآن أيضا مشروع هام استراتيجي بالنسبة للجزائر. تتعرف أن الشركات الدوائية الصينية شركات ضخمة وتنتج تقريبا كل الأدوية. هل الآن الشراكة مع الصينيين في هذا الجانب سيوسع القاعدة الإنتاجية الدوائية في الجزائر إلى أدوية تستورد الآن؟ نعم، الجزائر الآن تستهدف نوع من أنواع الأدوية يعني اللي نسميها احنا لي برودوي إينوفون، ولا الأدوية الغالية الثمن مثلا مثل أدوية السرطان وأدوية السكري مثل الأنسولين. وهذه الأدوية تحتاج إلى تكنولوجيا عالية. أظن أن الشريك الصيني له يعني من التكنولوجيا ومن الخبرة في صناعة هذه الأدوية ما يجعله شريك محترم يمكن الاعتماد عليه في المستقبل القريب لخوض هذه التجربة الجديدة في صناعة البلورات الأنسولين. أشكر جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل التي تفضلت بها الدكتور كريم مرغمي.